بعدين شوف بهارة. سلطان سلطان الأمير يا حبيبي. هلا والله. في ورقة هنا لك. أنا صراحة ما أدري. الله يستر. ورقة هنا. ما أدري أنا أقرأها ولا خليك أنت تقرأها. لا لا خلنا نقرأها. خليك تقرأها أنت يا سلطان. أنت إيش تحب بالضبط؟ أنا أبيك تقرأ والله أنت. أبغاك تقرأ اللي في الورقة بصوت عالي. جو. وأنت تقرأ لا تنسى الكشن يعني. لا لا أمور بسيطة أمور بسيطة. اقرا اي عادي عطنا الموجود في الورقه يوز النار خفيفه ما تلاحظ لا لا عشان تضبط الكشنه شويه وبعدين ايوه يا سلطان حبيبي يقول عطنا نبدا عن العمل التطوعي وتجربتك بالمشاركه بالمبادرات وكم عدد المبادرات ونبدا بسيطه عنها ممتاز او شيء انا معليش ودي اقدر اضيف شيء غير الورقه اضيف خبره هذا وش الدافع انك انت تدخل في هذا المجال قبل لا تجاوب على السؤال أنا نعرف ناس كثير متطوعين ما شاء الله داخلين في هذا المجال بحب وشغف. أنا بحب وشغف أيضا. وش اللي خلاك؟ حب وشغف يعني حلو لما تكون اجتماعي مع الناس وتبادر و. فالحمد لله مشيت أموري في المبادرات ومبادرات كثيرة منها وطنية منها تعليمية منها منها. حلو حلو طيب هذا الدا هذا الدافع طيب أباك تتكلم بشكل مختصر وبغيت أطول في الفقرة لك. عن هذا الموجود في الورقة الآن جاوب عليه بشكل يعني مشبع مبادرات كثيرة ما أدري أي تفتح وأي تخلي نبذة كيف بديت هذه كيف جاتك الفكرة من يشجعك مثلا في هذه الفكرة شجعني رئيس قسم التربية الفنية بتعليم صبي الأستاذ محمد سويجي ديبة مسيه بالخير هو اللي شجعني وخرجني لهذه الأمور يعني هو اللي خلاني أبتدي مشواري بالمشاركة في المبادرات أيضا كانت المبادرات أولها وطنية كم كان عمرك في أول مبادرة؟ كنت في أولى متوسط ما شاء الله أولى متوسط واستمريت إلى أن وصلت أيضا كانت مبادرات داخل المنطقة وخارجها على مستوى المملكة ما شاء الله تبارك والحمد لله كلها حظيت ب توفيق ونجاح توفيق من الله أنا شفت صورة يا سلطان ما أدري إذا الإعداد معي إذا الإعداد معي اليوم أبيكم تعرضون صورة سلطان ايش البهارات بهارات ايش تبغون انا راح اوريك الصوره ما ادري اذا هي معروضه الان ولا لا بس تحط بهارات الحين اي البهارات الحين مع الكشنه الحين ايوه جيب الانواع كلها وانا بختار شويه وبعدين طبعا هذه الصوره يا سلطان ودنك تحكينا هذه قصه هذه الصوره ما ادري اذا هي معروضه ولا لا هذا مع الفريق اول سعيد القحطاني الان نائب وزير الداخليه ما شاء الله طيب وش قصه هذه في الرياض هي موجوده ولا لا إذا بتقدر أشوف التيم حقي عشان كم كان عمرك في هذه الصورة؟ هو توقع هذه الصورة في ثالث متوسط توك يعني في بداية طيب وش قصة هذه الصورة؟ هل هو هذا كنا مهرجان الجنادرية بالرياض وصلنا دعوة تكريم من الفريق أول سيد القحطاني عشان المبادرات والميداليات التي قمنا بتوزيعها على جنودنا البواسل أبطال الأمن العام ما شاء الله على مستوى المملكة ما شاء الله تم تكريمك في هذا تم تكريم أنا في نفس الوقت يعني شجعنا لمبادرات أكثر وأكثر والحمد لله بالضبط إذا جاك الدعم المسؤول يعني يحفزك أكيد دعمه بعدين من شو البهارات اللي تبغاها أنا عندي حساسية بخشبي طيب سلطان قدمت شيء من المبادرات في 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 هذا البرنامج الآن قدمت إن شاء الله إني بعمل ورشة هنا ورشة وراح إن شاء الله تكون لها أثر إيجابي يا رب بعمل ورشة إن شاء الله تعالى إذا ربي وفقنا وسلمنا إبراهيم بإذن الله أنك تسلم منها إن شاء الله إيه؟ وأنا متفائل أنك تأخذ أحد المراكز عندي إحساس صح. عندك روح العطاء أسأل الله أن يوفقك يا سلطان يا حبيب قلبي إيه.